سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سريعا في رحلة الإسراء، وحين تم الوصول في القدس صلى الرسول، وكان خير رفيق للمصطفى جبريل. صلوا على المختار وحاطوا بالأنوار، هذا الذي قد فاز بالأسرى، قد عاد يحمل فردا شخصا من الصلوات، ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق سبع قباب، وعاد فوق يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم الكبار.